محمد صلي على رسول الكريم. أما بعد، رئيس الهف المعقر وإخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود أن أكلمكم كلمات حول موضوع العلم نور والجهل ظلام. إخواني في الله، أنتم تعرفون معرفة تامة أن العلم له أهمية عظيمة وهو حياة القلوب وشفاء الصدور، وهو الفارق بين الشق والعلم والهدى والضلال. وبالعلم يعرف الإنسان ربه ويعبده، يتميز بالحلال والحرام. هو أول شيء من الوحي في غار هراء، كما قال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. سورة العلق، سورة رقم 96، آية رقم من 1 إلى 5. وطلب العلم عبادة وفريضة على كل مسلم. فعن سن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه ابن ماجه. قال لي رضي الله عنه: إن اليتيم يتيم العلم والأدب، ليس اليتيم الذي قد مات والده. أخواني في الله، وزيد العلم الجهل، والجهل سبب لهلاك الإنسان وفساد المجتمع. فلا يصنع عمه الجهل كما لا يصنع عمه البصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الذل ولا الحرور. كما قال تعالى: هل يسمى الذين يعلمون والذين لا يعلمون. سورة الزمر، سورة رقم 93، آية رقم 9. نسأل الله أن يزودنا من علم نافع، أن جنبنا من ظلمات الجهل. آمين. وأخذ الحمد للعالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.